السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه في اختلاف في عيد ميلاد المسيح؟ ليه الكاثوليك بيحتفل ب 25 ديسمبر وليه الأرثوذكس بيحتفلوا بيه في 7 يناير؟ لا لكم ملهاش علاقة بتاريخ ميلاد المسيح، ليه علاقة بحسابات فلكية واختلاف في التقاويم. والأكيد إن إحنا ما نقدرش نحدد اليوم اللي اتولد فيه سيدنا عيسى بدقة أو يسوع الناصري. ليه؟ لأن جيل الأربعة القانونية ما فيش أي ذكر فيها في النقطة دي. أنا قريت الأناجيل الأربعة وقريت بعض الأناجيل غير القانونية، ما فيش أي ذكر فيها لليوم أو شهر أو سنة. يسوع أو عيسى لم يولد في عائلة ملكية مهتمة بتسجيل التواريخ والحاجات دي كلها، وإنما في أسرة عادية خالص. فلذلك ما فيش أي ذكر، ما فيش أي وثيقة تقول لنا هو اتولد يوم ايه. لكن اغلب المؤرخين بعتقد ان هو ولد في الصيف وليس في الشتاء. طيب ايه الاختلاف بقى اللي حصل؟ المسيحيين الاوائل ما احتفلوش تماما بميلاد المسيح. هم كانوا يعني هو ميلاد مقدس ومعجزة وكل حاجة، لكن مش مهم التاريخ، المهم ان هو حصل. لكن كان في القرون الاولى وجبة منافسة من اله اخر اسمه مسرى، ده من فارسي، ان هو اتولد في 25 ديسمبر وهو ابن الشمس، ولما بيبلغ سن الرشد بيقتل في عراق مع ثور، وبعد كده بيقوم من الموت ويصعد الى السماء على عربة من النار. وكان في ناس بتعبد اله الشمس اللي هو كان سول انفكتريس اللي هو الشمس التي لا تقهر، وكانوا بيكرموه برضه في 25 ديسمبر اللي هو الانقلاب الشتاء، يعني ساعات الليل بتبلغ اقصى امتداد ليها وبعد كده تبدا بالتراجع امام ساعات النهار. بعد كده من اول 25 ديسمبر بيبدا عدد ساعات الليل تقل 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 وعدد ساعات النهار هي اللي تزيد. فكان ده رمز لميلاد المسيح او لميلاد مصر، ان هو بدا يحارب الظلام. يعني ما فيش اي يوم بيقول ان هو ده اليوم اللي اتولد فيه سيدنا عيسى، لكن خدوه رمز، احنا متفقين على ان هو اتولد ومش عارفين فين يوم، فاحنا هنحتفل بيه بيوم 25 ديسمبر. وده كان في ثقافات كثيره غير ان اللي ذكرناهم. هما في مجمع نيقيا سنه 325، يعني اول مره يعتمدوا في يوم 25 ديسمبر كان في مجمع نيقيا 325، بعد 325 سنه للميلاد. قالوا ده هيكون عيد ميلاد المسيح، ده أطول ليلة وأكثر نهار فلكيا، وبعدها الليل بيقصر والنهار هو اللي بيزيد، لأن المسيح رمز لنور العالم. فده حسب موقع الأنبا تيكلا اللي هو مختص بتراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فاعتمد الكلام ده قسطنطين أول الأباطرة الذين اعتنقوا المسيحية يوم 25 ديسمبر تاريخا للاحتفال. والبابا ليبريوس يعني وثق الكلام دوت سنة 354. طيب ليه بقى حصل الاختلاف؟ حصل الاختلاف ده مع يوليوس قيصر، لأنه عمل تقويم تاني اللي هو التقويم اليولياني سنة 46 قبل الميلاد. فهو عمل ترتيب الخلل دوت عشان فيه حس إن فيه اختلاف في التقويم القمري اللي كان معتمد في الإمبراطورية. يعني هو عمل التقويم ده قبل ميلاد المسيح، وهو كلف واحد في عالم فلك اسمه جنيس ان هو يعدل التقويم القديم، واصبح طول السنه الرومانيه 12 شهر 365 يوم. فالناس كانوا بيعتمدوا في الحساب بتاعهم على التقويم اليولياني لحد عام 1582، لاحظوا ان عيد الميلاد اللي هو اتفقوا عليه 25 ديسمبر مش موجود في اطول ليله واقصر نهار، لو في فرق 10 ايام، لان التقويم كان قصر السنه بنحو 11 دقيقة. فلما قعدوا يحسبوها لو حصل مشكلة دي، فلذلك البابا غريغوريوس حذف 10 أيام من التقويم عشان يضمن ان وقوع عيد ميلاد في موقع الفلكي، واعتمد التقويم الجريجوري ولا زال معتمد ان اليومين هذا. لكن كان في اختلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، الكلام ده من سنة 1054، فاعتمد التاريخ الجديد عند الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية اللي هي الأرثوذكس رفضت اعتماده، وقالوا احنا لا هنكمل على التقويم اليولياني اللي هو عيد الميلاد 25 ديسمبر. فاللي اعتمد على التقويم اليولياني ده تزامن مع يوم 7 يناير. وبعد كده في كنائس أرثوذكسية
قال له احنا هنراجع التقويم اليوناني ونحدثه ونحتفل بالميلاد في 25 ديسمبر زي كنائس في اليونان وقبرص، لكن كنيسة في روسيا وكنيسة في مصر قالوا لا احنا هنحتفل بيه في 7 يناير، لأن الكنيسة القبطية بتعتمد على التقويم القبطي الموروث من أيام الفراعنة والمعمول به منذ دخول المسيحية مصر، وده ملخص ليه في اختلاف في تحديد عيد ميلاد سيدنا عيسى.